شامل أضخم وأكبر تمرين تعرفه دولة الكويت، نظمت الإدارة العامة للإطفاء النسخة الرابعة منه بحجم فاق كل التوقعات، في ظل مشاركة ل13 جهة حكومية في ترجمة أهمية توحيد وتنسيق الجهود المشتركة بين الجهات ذات الصلة للتعامل مع الحوادث والكوارث. هذا من أقوى التمارين اللي تقوم على أرض دولة الكويت بمشاركة 13 جهة برئاسة الإدارة العامة للإطفاء، وهذا للأمانة الوقوف على جاهزية هذه الجهات في لا سمح الله في حادث أو في أي كارثة. فنتمنى الأمن والسلامة لبلدنا الحبيب الكويت في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو وسمو ولي عهد الأمين. التمرين اشتمل على محاكاة لحالات إنقاذ المصابين وتأمين المنشآت عند وقوع خطر أو حوادث وحرائق، بهدف الحد من اتساعها وسرعة انتشال الأفراد من مواقع الخطر وسط تناغم تام بين الجهات المشاركة. التنسيق من ضمن آلية محددة المعالم وواضحة تثبت أن الجهات الطوارئ اللي موجودة بالدولة قادرة أنها تتعامل مع الحوادث الكبرى أو الكوارث بأنواعها تحت مظلة واحدة وبتعاون واحد، وتسخير كل الإمكانيات الموجودة عند كل جهة، وعدم الحاجة إلى تكدس بعض الآليات والمعدات عند جهات مما يؤثر سلبا حتى على ميزانية الدولة. لله الحمد، يعني تم تنفيذ يعني هذه المعاضل والتعامل معها حسب الخطط التي وضعت، وهذا اليوم الأهدافنا، يعني أهدافنا من إقامة هذا التمرين المشترك بالتعاون مع 13 جهة حكومية للتعاون والتنسيق والتكامل بين هذه الجهات. يعني احنا شفنا المعاضل اللي موجودة تقريبا عندنا كان في 15 معضلة، كل هذه المعاضل تعاملت معها جهات مختلفة في آن واحد وفي وقت واحد وبتنظيم ويعني دقة متناهية. مكاسب عديدة ترجمها شامل بنسخته الجديدة في مقدمتها التنسيق بين جميع غرف العمليات الحكومية للعمل تحت مظلة واحدة وبمرونة في اتخاذ القرار الأمثل والأسرع عند وقوع أي خطر. تمرين شامل 4 يثبت جدارته للعام الرابع على التوالي وسط مشاركة كثيفة من عدة جهات حكومية، والأميز هذا العام هو العمل تحت سقف واحد بين هذه الجهات دون أي تدخل. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.